ترحم على أهل البدع هل يجوز أو لا؟ والله أهل البدع أولا البدع تختلف، قد يكون فيها بدع تصل إلى حد على كل حال يعني التعلق بغير الله، حد الشرك بالله، فهذا في الواقع على كل من أشرك بالله فقد خرج من ملة الإسلام. لكن إذا كانت البدع بدع على كل حال صحيح أنها يعني لم تكن موجودة يعني أو معمولا بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آمرا بها لا قولا ولا فعلا ولا تقرير، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فيعني فإذا كانت وجد هذه البدع التي لا تؤثر على أصل العقيدة وإنما هي صحيح إنها بدع وبدع مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فعلى كل حال يعني إذا لم تصل إلى حد التوسل والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذه في الواقع من الأمور التي يؤزر عليها صاحبها، لكنها لا تخرجه من ملة الإسلام. وبناء على هذا نترحم على صاحب البدعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتسامح عنه، والله أعلم.